وعندما نقف في حضرتك أيها القائد العربي الشجاع النبيل، أيها القائد العربي الشجاع النبيل، أيها القائد العربي الشجاع النبيل، فإننا نقف لنؤكد لأنفسنا معنى من معاني قدرتنا على الانتصار. صدام حسين ومعمر قذافي فلم أكن أبدا في أي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين لنظامهم، فلم أكن أبدا في أي لحظة من المعجبين ولا المؤيدين.